انا كان زمان دودو، بس بعد ستار اكاديمي بقى ديده. لا اسالوا الفانز بتاعي الموضوع ده. والله بيت حتى لا لا، في حاجات عاديه، لكن طبخ طبخ اللي هو بتاع الاكل لا ما بعرفش اعمل. يعني عادي لو مثلا ممكن احمر حاجات، طبعا مكرونه، ممكن مكرونه اه، بنجيب الميه وبنغليها، بنحط نقطه زيت عشان ما تمسكش في بعض، فاهمه؟ في الماء كده، وبعدين بنحط بعد ما بتغلي شويه بنحط بقى المكرونه نفسها، وبعد كده بنسيبها شويه لحد بقى ما يعني قبل ما ما تبقى ايه، يعني فاهمه؟ ما يخش في بعض يعني. بنقفلها بقى ونحطها في ال، بس انا مش قافل الصفايه، انا بس ما بعرفش الاسماء بتاعت كده يعني. وحطها نحط عليها حبه ميه ساقعين، ما اعرفش ليه بصراحه، بس ماما علمتني كده. بعد كده بنعمل بقى الصلصه في الوقت اللي هي فيه بتبرد شويه، بنعمل بقى الطماطم وحاجات بقى سهله بعد كده يعني. ما اعتقدش ان هو يعني كان حب، بس هو كان عارفه اللي هو فصل واحد واعجاب بقى ومش عارفه ايه. كان اعتقد في سته ابتدائي حاجه زي كده. انا 40 نعم. بنطلون او الهوت شورت قشطه يعني. لا ماليش في الهوت شورت الحمد لله، بيتوب عليك يا ربنا. قاسه البنطلون 30، اقلب القدره على فمها تطلع البت لامها. الله عليكي يا اختي. موقف كوميدي كان قبل ستار اكاديمي، كنت بعمل حفلات برضو مش عارفه ايه وكده، فانا كنت قاعده مره في مكان، بعدين ففي الكاست بتاع كل المكان جه يتصور معايا، يعني هم عارفين ان انا جايه وبتاع، فكله جه يتصور معايا. ففي اتنين قاعدين، واحد وواحده تقريبا يعني مرتبطين او حاجه، فهم شافونا كله جاي يتصور معايا، فهم عايزين يعني، هم قالوا اكيد اكيد فنانه، بس هم مش عارفين. فهم جو لي بعد كده قالوا ممكن اتصور معاكي وبتاع، قلت بس سؤال معلش بايخ، هو انتوا عارفيني؟ انا بقى فاهمه كنت فرحانه ان هم عارفيني وبتاع، بصراحه ما عرفتيش، بس هم كلهم بيتصوروا يعني، فانا بحس يعني كده باحراج شويه. لا بس من المواقف الحلوه طبعا اللي ببقى فاكراها يعني. طويل يا فرع عسل. بفضل قاعده على السرير بتاع نص ساعه ماسكه الموبايل ومش شايفه اصلا هو ايه اللي فيه، ممكن اصلا ارد ادخل اقرا مثلا واتساب وحاجات كده وانسى ان انا شفتها يعني، فاهمه؟ مفيش ادراك لسه لاي حاجه. وبعدها بيومين بقى لقى اللي بعت لي بقى يقول لي على فكره انت قريتي الكلام، وانسى اصلا اي حاجه. وطبعا مواقف يعني رائعه رائعه. انت راضيه عن الحلقه النهارده؟ جدا. بس انا حاساها فاشله. لا على فكره خالص، لما تخلصي تخشي على الفيسبوك بقى هتشوفي مقومات الحلقه، مش حاساها يعني، فاهمه؟ مش ذنبنا، ذنبنا ان احنا ندخل احساس. هو الواحد بيبقى يعني قادر يقيم نفسه؟ كل واحد بيقيم نفسه من الحاجات اللي بيشوفها. ما انت لو نجحتي الناس تبقى معاكي، ما نجحتيش الناس مش هتشوفك. عجبني ثقتك في نفسك، كملي. اكيد 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 الحلقه تحفه بيكي بجد، فايده ضحكتك الحلوه دي. مش عارفه بس انا حبيت اعمل اي حاجه. كل سنة وانتي طيبة. ميرسي. من طيبة يا حبيبي حبيبي.